موضوعنا الأول والأخير هو النمو ورقي هذا الوطن الغالي والعزيز وحسن خدمة المواطن الكريم والعزيز وحسن خدمة المواطن الكريم. إن التعامل مع مقتضيات الشأن العام ومن منطلق مسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي أمثلها في هذا النص الهام يتطلب مني مقاربة غض على انشغالات واهتمامات السيدات والسادة ممثلي الشعب بما يزيل اللبس عما على دار في هذه الغرفة الموقرة من